اول هدف لينا اننا نوعي سيدات مصر باهميه الكشف المبكر. عشان كده عملنا اداره متخصصه للتوعيه، بنلف مصر كلها، رحنا 350 الف ندوه للتوعيه في 25 محافظه بنوعي سيدات مصر. التوعيه دي خلت ان كل سيدات مصر يهتموا بالكشف المبكر. فابتدينا تاني هدف اللي بعد التوعيه هو الكشف المبكر. احنا كشفنا حاليا على اكثر من 140 الف سيده مصريه بالمجان. ال 140 الف سيده مصريه كانت 140 الف سيده قلقانه على نفسها، الحمد لله اكتر من 125 الف سيده منهم طلع ما عندهاش اي حاجه، اطمنت واحنا اطمنا عليها، وحوالي 15 الف بياخدوا العلاج في بهيه حاليا بالمجان. بهيه من كتر ما الحمد لله اكتسبت ثقه الشعب المصري، فبقت كل سيدات مصر عايزين يجوا بهيه يكشفوا فيها. فطبعا ده عمل قوائم انتظار كبيره، كانت وصلت في وقت لغايه او وصلت لحوالي 90 يوم انتظار. الحمد لله ان عملنا مبادرات مختلفه قللنا قوائم الانتظار دي ل 21 يوم. هدفنا ان يجي اليوم ان يبقى ما عندناش قوائم انتظار خالص، وده هيكون بدعم المصريين، لان عندنا قناعه ان يمكن 70% من عوامل الشفاء من سرطان الثدي هو نفسي. فاحنا عملنا اداره متخصصه للدعم النفسي بتخلي المحاربه وهي بتاخد مراحل علاجها اللي قد تطول اشهر ان هي حالتها النفسيه بتبقى مرتفعه جدا. احنا اللي بيزورونا وبيشوفوا المحاربات بتاعتنا، واحنا عندنا المريضه اسمها محاربه انها بتحارب السرطان وتنتصر عليه. زورنا ما بيزوروا بهية ما بيبقوش مصدقين ان دول محاربات او ما بيتعرفوا عليهم من كتر ما روحهم المعنويه قويه ومرتفعه، وده دور مهم جدا احنا مهتمين بيه والحمد لله ناجحين فيه.